أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. صلاتي أنه فعلا الرب يضيء بوجهه عليك اليوم أنت وأسرتك ويمنحك سلام. واليوم رح نلقي الضوء على موضوع الموضوعات، على الأساس يعني اللي بنؤمن فيه كمسيحيين، موضوع القيامة. رح نتكلم عن تاج معجزات المسيح، بل هي معجزة المعجزات، والقيامة هي القلعة الحصينة والأساس الإيماني طبعا لإيماننا المسيحي وعقيدتنا المسيحية. أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة اللي رح تكون سبب بركة لحياتك. إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار من فضلك رح نتواصل مع بعض خلال هذه الحلقة. أنا بصلي من كل قلبي اليوم أنه الرب يفتح ذهنك، يفتح بصيرتك الروحية طبعا، ويفتح قلبك حتى نستوعب هذا الموضوع الهام اللي يعتبر أساس الإيمان المسيحي. وأنا بدعوك اليوم أنك تسمع هذه الحلقة بدون أي تحيز وبدون ما تأخذ أي جانب، لكن اسمع ما يريد أن يتحدث به الله معك، يكلمك ويكلم طبعا روحك وقلبك من خلال هذه الحلقة.